أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا وكلامنا في الحديث السابع من باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف الحديث عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يفسر الامام الباقر هذه الايه الشريفه وهي قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون لا لهم دينهم الذي ارتضى ذكرنا في الحلقه الماضيه ان سيطرة الدين على جميع الاديان في جميع ربوع الكرة الارضية هذا مما وعده الله سبحانه وتعالى في قوله ليظهره على الدين كله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ووقت تنجيز هذا الوعد لم يحن، لأنه من زمان رسول الله صلى الله عليه واله وإلى يومنا هذا الدين لم يسيطر على كل ربوع الكرة الأرضية. في زمان رسول الله كانت سلطة الرسول وسيطرة الدين على الجزيرة العربية فقط. وبعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية عبر الفتوحات، لكنها انحصرت في الشرق الأوسط، وفي شمال أفريقيا، وفي قسم أو أقسام من أوروبا، وقسم من الشرق الأقصى. أما بقية ربوع الكرة الأرضية فكانت تحت سيطرة سائر الأديان. فاذا وقت تنفيذ وتنجيز هذا الوعد لم يحن متى يكون ذلك انما يكون ذلك في زمان ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا ما اتفقت عليه روايات الفريقين يملا الله الارض عدلا وقسطا به بعد ان ملئت ظلما وجورا في هذا الحديث الامام الباقر يقول في تفسير وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين الدين له مصداقان المصداق الاول العلم بمعنى ان الدين بالحجة وبالمنطق وبالاستدلال يغلب يغلب جميع الأديان كلمة الله هي العليا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الدين من حيث المنطق تغلب على جميع الأديان وهذا المنطق وهذا العلم موجود عند الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام الباقر يقول هذا المصداق من التمكين في الدين قد تحقق وعلم الأئمة ظاهر، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام الحسن العسكري في هذه الفترة أكثر من مائتي وخمسين عاما في هذه الفترة كانوا ظاهرين للناس وكان الناس يأتونهم ويسألونهم وأحيانا هم كانوا يبتدئون بالكلام فكان علمهم ظاهر لدى جميع الناس صحيح هناك البعض يريد ان ينكر علمهم بالمغالطات ولكن هذا كلام خلاف الضرورة التاريخية الأئمة كان لهم اعداء كثيرون من السلطات الجائره وعاض السلاطين وغيرهم ولو وجدوا ثغرة علمية في كلامهم لطبلوا عليها ولزمروا ولكن لا توجد هذه الثغره فالمصداق الذي يتعلق بالعلم ظاهر وهذا تراث اهل البيت عليهم الصلاه والسلام على رغم ان الظالمين ابادوا كثيرا منه احرقوا المكتبات وقتلوا الرواة واضطر بعض الرواة ان يخفي رواياته ولكن وصلنا من تراثهم الكثير في تفسير القران وتبيينه وفي بيان الاحكام الشرعيه وفي غيرها فعلمهم ظاهر هذا المصداق التحقق المصداق الثاني التمكين للدين في كل الكره الارضيه بمعنى السلطه هذا لم يحن وقته لأن الله سبحانه وتعالى وقت الأشياء الكفار كانوا ينكرون يوم القيامة كانوا ينكرون الفتح الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أن يقول لهم انتظروا فإنا منتظرون آيات الانتظار في القرآن الكريم كثيرة كانوا ينكرون البعث. المنطق والدليل كان يذكر لهم. استدلالاتهم وحججهم الباطله كانت تدحض. ولكن مع ذلك كانوا يعاندون. فيقال لهم: انتظروا انا معكم منتظرون. وكذلك بالنسبة إلى ظهور الحق بمعنى غلبته عسكريا وسلطته وسلطته على جميع الكرة الأرضية بهذا المعنى لم يتحقق لحد الآن لكنه سيتحقق لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد به وحيث إن الله قد وعد إن الله لا يخلف الميعاد وسيتحقق في يوم من الأيام، متى؟ لم يبين لنا، كما أن القيامة لم تبين لنا متى تتحقق، ولكن نعلم بأنها قريبة، لأن الآيات الشريفة دلت على أنها قريبة، وكذلك قبل القيامة، ظهور الإمام المهدي أقرب، ولكن متى؟ لا نعلم. وذلك سيتحقق في وقته ولذا يقول الامام الباقر في تفسير هذه الآية فقد مكَّن ولاة الامر يعني الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام وليس المراد من ولاة الامر الحكام اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لا يراد به بهم الحكام لأن الحكام فيهم الظلمة والفسقة بل في طول التاريخ أكثرهم كانوا هكذا فهل الله سبحانه وتعالى يأمر إطاعة الفاسق الذي قد يخطئ والذي قد يأمر بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى هل يأمر الله بإطاعته طاعة مطلقة؟ هذا مستحيل وهذا ما بيناه في حلقات ماضية وإنما ولاة الأمر هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حصراً. فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله بالعلم. هذا المصداق الأول. ونحن هم الإمام الباقر يقول نحن أولئك. فاسألونا فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم بفاعلين. الإمام يقول إذا أردتم أن تعلموا ان العلم عندنا اسالونا واذا رايتم ان علم رسول الله صلى الله عليه واله عندنا فاقروا بذلك لكن المشكله الاهواء والجهل يمنع الكثيرين من الاقرار بهذه الحقيقه لذا الامام يقول فاسالونا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كان يرتقي المنبر في الكوفه ويقول سلوني قبل ان تفقدوني اسالوني عن اي شيء من الارض او من السماء لان رسول الله صلى الله عليه واله اودع علمه في علي بن ابي طالب قال انا مدينه العلم وعلي بابها علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب وقد قال رسول الله: اقضاكم علي. فان صدقناكم فاقروا يعني بينا لكم الاجوبه الصحيحه من اسئلتكم مع ادلتها. انه احيانا الانسان يفتي بشيء. زين ما هو دليلك على كلامك؟ الائمه كانوا يقولون اي شيء قلنا لكم فاسالونا عن ذلك في كتاب الله، من اي مكان من كتاب الله. استنبطتم هذا الحكم لأن كلامهم تفسير للقرآن ومستنبط من القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم بناء على بعض التفاسير فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم بفاعلين هذه المشكله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بالنسبة للبعض وهم المعاندون وبالنسبة للبعض الآخر وهم الجاهلون الذين لا يسالون واذا سالوا لا يفهمون. اما علمنا فظاهر هذا المصداق الاول. اما المصداق الثاني وهي سيطرتهم على الكره الارضيه بمعنى حكومتهم وخلافتهم واما ابان اجلنا الذي يظهر فيه الدين منا حتى لا يكون بين الناس اختلاف فان له اجلا من ممر الليالي والايام. الله سبحانه وتعالى لم يعجل هذا الامر امتحانا للناس. الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس. خلق الله سبحانه وتعالى ابليس، البعض يقول لماذا الله خلق ابليس؟ وهو يعلم بانه يضل الناس ولماذا امهله قال انك من المنظرين لماذا الله امهله لماذا الله سبحانه وتعالى لم يمنعه من اغواء الناس لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان مختارا والاختيار يقتضي ان يتمكن الانسان من فعل الخير ومن فعل الشر ولذلك اسباب الخير موجوده واسباب الشر موجوده ومن أسباب الشر الشيطان إبليس الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن الناس فلذا لم يكرههم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لو الله سبحانه وتعالى يريد قادر على أن يحول قلوب الناس إلى الإيمان فالجميع يذعن ويؤمن قلبا ويلتزم عملا، لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن حين ذاك يبطل الامتحان. ما هي ميزه الانسان على سائر الحيوانات؟ ما هي الميزه التي جعلت الانسان يرتقي الى احسن تقويم؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ما هي الميزه التي جعلت الانسان بحيث ان الله سبحانه وتعالى لما خلقه يقول فتبارك الله احسن الخالقين. الميزه في ان الانسان له عقل وانه مختار والله سبحانه وتعالى هيأ له اسباب الهدايه. العقل، الفطرة، والأنبياء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وبين للإنسان الأعمال القبيحة لكي يعلم أنها قبيحة، هذا بفطرته وبعقله وأيضا بكلام الأنبياء الإنسان يعلم بأن الأشياء القبيحة قبيحة، ولكن في الوقت نفسه في نفسه الله سبحانه وتعالى أيضا فتح الطريق أمام الإنسان ليختار ما يشاء. وهذه هي ميزة الإنسان. هل الإنسان أفضل أم جهاز أوتوماتيكي؟ الآن جهاز كمبيوتر يبرمج بشكل اللي يعمل بشكل صحيح حسب البرمجة 100%. هل هذا أفضل أم الإنسان؟ الانسان افضل لان الكمبيوتر مبرمج لا اختيار له لا عقل له صحيح عمله حسب البرمجه ولا خطا فيها لكن هذه جعلته اداه مقابل الانسان المختار لا قيمه له بل الانسان هو الذي يستخدم هذا الجهاز الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان لم يغير القوانين الطبيعية بحيث أن الناس إذا خذلوا الأنبياء يتمكنون من ذلك كم قتلوا من الأنبياء فلم تقتلون أنبياء الله من قبل يحيى قطع رأسه زكريا نشر بالمناشير بالمنشار قدوه نصفين وكثير من الانبياء قتلوا لان الله سبحانه وتعالى ما اجبر الناس على الهدايه. نعم اراهم الهدايه فان سلكوا طريق الهدايه الله سبحانه وتعالى يفيض الهدايه لهم. لكن لم يجبرهم على ان يسلكوا طريق الهدايه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. مشيئة الله ليست اعتباطية، وإنما الإنسان الذي سار في طريق الهداية، الله سبحانه وتعالى يهديه. أما الذي سار في طريق الضلال، الله سبحانه وتعالى يخذله، أن يعني يتركه وشأنه فيضل. حينما تكون السلطة بيد الرسول صلى الله عليه وآله وبيد الأئمة لا يحدث اختلاف بين الناس لان رسول الله صلى الله عليه واله معصوم له كلمه الفاصل تشوف في زمان رسول الله صلى الله عليه واله حينما كان يختلف الصحابه كلمه الفصل هي كلمه رسول الله صلى الله عليه واله وبه وبتلك الكلمه يرتفع الاختلاف وكذلك حينما تكون السلطه بيد الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام السلطه ما كانت بيدهم خلاف بين الناس وحتى في زمان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لم تكن سلطته سلطه كامله لان هناك اعداء كانوا متربصين كاهل الشام بقياده معاويه وكانوا يثيرون الازمات وقبله اهل الجمل وبعده اهل النهروان هؤلاء كانوا يثيرون الازمات فلم تكن سلطة كاملة في الظاهر، لكن بعد ظهور الإمام المهدي الله سبحانه وتعالى يعمم هذه السلطة بشكل كامل، فيرتفع الاختلاف، لماذا عندما الناس في مسألة من المسائل تختلف توجهاتهم وأفكارهم واستنباطاتهم يرجعون إلى الإمام المعصوم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم علم الشريعة كاملا وعلم غير الشريعة أيضا فكلمته كلمة الفاصل فلذا يقول وأما إبان أجلنا يعني وقت المصداق الثاني من مصادق التمكين في الأرض وهو السلطة الظاهرية في ذلك الوقت الذي يظهر فيه الدين منا يعني يسيطر الدين سيطرة كاملة حتى لا يكون بين الناس اختلاف، يعني بمعنى انه الاختلاف يرتفع لان كلمة الفصل موجودة، فإن له أجلا من ممر الليالي والأيام، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يجعل لشيء أجل، إنما يحين وقت هذا الأجل بمرور الليالي والأيام. وكذلك يوم القيامة بعد ذلك تمر الليالي والايام الى ان يصل اجل كل شيء. اذا اتى ظهر وكان الامر واحدا. حينما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في بداية ظهوره طبعا البعض يرفض ذلك وهذا امر طبيعي. من اهل الضلال في البدايه يحاولون ايقاف عجله حركه السلطه الالهيه كما فعلوا ذلك مع سائر الانبياء مع رسول الله محمد صلى الله عليه واله الرسول محمد صلى الله عليه واله في مكه حينما الله سبحانه وتعالى بعثه الرسول بلّغ لكن المشركين من اهل مكه والملا من القوم واشراف قريش رفضوا هذه الرساله وحاربوا الرسول صلى الله عليه واله وما كان مقرر ان الله سبحانه وتعالى بطريقه اعجازيه ينصر الرسول صلى الله عليه واله ليسيطر عليهم بالاعجاز ولذلك اضطهدوا الرسول والمسلمين 13 عاما في مكه وقضيه شعب ابي طالب معروفه الرسول صلى الله عليه واله والمسلمون المشركون واجهوهم بحصار اقتصادي اجتماعي وكتبوا صحيفه بمقاطعتهم وعلقوها داخل الكعبه فكانوا في شعب ابي طالب ثلاثه سنوات لا يبايعهم الناس ولا يبايعون الناس ولا يلتقي بهم احد ولا يلتقون باحد وكان الاطفال من الجوع يبكون احيانا بحيث ان بكاءهم كان يزعج اهل مكه من شده الجوع كانوا يبكون وارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه واله بحيث ان الرسول صلى الله عليه واله اضطر حفاظا على حياته أن يخرج من مكة متخفيا وجعل أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ينام في فراشه لكي المشركون يتصوروا أن الرسول نائم فيتأخر هجومهم على البيت إلى النهار كون هذه فترة مساعده للاختفاء في غار ثور. وحينما هاجر رسول الله الى المدينه شنوا الحروب ثمانيه أربعة وثمانين غزوة وسرية، يعني معدل كل سنة ثمانية غزوات وسرايا. طبعا بعضها غزوات وسرايا كبيرة كبدر واحد وحنين وفتح مكة ومؤتة وبعضها صغيرة الرسول صلى الله عليه واله عمل جاهدا وأوذي كثيرا إلى أن تمكن من فتح مكة فنزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى مشيئته اقتضت ان تكون الامور بشكل طبيعي. لذا الناس حينما خذلوا الائمه عليهم الصلاه والسلام سيطر الجائرون الحكام الجائرون سيطروا على مقاليد الأمور في البلدان الإسلامية، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله سنوات طويلة 25 سنة كان جليس الدار، ولم ينهض إلا بعد أن جاء الناس وبايعوه ووعدوه بأن ينصروه، حيث قال في الخطبة الشقشقية لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظه ظالم ولا سغب مظلوم لولا ذلك لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اولها بكاس اخرها يعني انا لا اريد السلطه ولكن هناك تكليف شرعي حضور الحاضر، وقيام الحجه بوجود الناصر، وثالثاً وان الله سبحانه وتعالى قد اخذ على العلماء ان يقارعوا الظلم، يبينوا الظلم، ويأخذوا ظلامة المظلوم من الظالم، هذه لانها كانت تكليفاً شرعياً لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام قام بالأمر. والأئمة بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واجهوا خذلان الناس الإمام الحسن واجه خذلان الناس الإمام الحسين واجه خذلان الناس إلا القليل من ما وفى لرعاية الحق فيهم وهكذا سائر الأئمة الذين كانوا ينصرونهم حق الناس قليلون جد جدا غالب الناس خذلوهم الله سبحانه وتعالى لم يتدخل غيبياً لايجاد السلطة للائمة من اهل البيت السلطة الظاهرية لانه يريد ان يمتحن الناس كما لم يتدخل غيبيا في ايام مكة حينما كان الرسول صلى الله عليه واله طبعا الله سبحانه وتعالى قد يتدخل غيبيا لمصلحة لكن السياق العام ليس هو التدخل الغيبي الى ان يحين الوقت لإنجاز ما وعده الله سبحانه وتعالى من إظهار الدين على الدين كله ولذا في الحديث الشريف لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا لماذا؟ لأن الله وعد اذا لم يبق الا يوم واحد من ايام الدنيا الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم حتى ينجز ما وعده ولولا ذلك لكان خلف للوعد والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد فاذا الايه الشريفه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات امنوا منكم وعملوا الصالحات يعني من المسلمين وليس هذا وعدا للامم السابقه ليستخلفنهم في الارض اولا كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين بالعلم قد تحقق لكن التمكين بالسلطه سيتحقق وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني الخارجون عن طاعة الله. ثم بعد ذلك الإمام الباقر يستشهد بآيات أخرى نتركها إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.